تمت خطة التحرك نحو بلاد الشام في السنة 12 للهجرة بعد مشاورات أجراها أبو بكر مع كبار الصحابة من أهل الحل والعقد. فإن حركة الفتوح الإسلامية لبلاد الشام نوقشت بين أهل الحل والعقد ووضعت الخطوط العريضة لها أثناء انعقاد اجتماع كبار الصحابة رضي الله عنهم، فأخذ المسلمون بقيادة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبي بكر الصديق بالاستعداد لغزو الدولة الأولى في العالم آنذاك وهي الإمبراطورية الرومانية. فعين أبو بكر قادة الجيوش التي قرر أن يرسلها إلى بلاد الشام، بل وحدد طريق سيرها بدقة. فعقد اللواء الأول لخالد بن سعيد بن العاص وحدد له دمشق كهدف يتراوح عدد جيشه 4000 مقاتل، ولكن عمر بن الخطاب أبدى رأيه تحفظاً على قيادة خالد بن سعيد لموقف اتخذه من بيعة أبي بكر، فأعفاه الخليفة بعد أن اقتنع برأي عمر رضي الله عنه واسترد منه اللواء وعين مكانه يزيد بن أبي سفيان. ولكن أبا بكر حفظ لخالد بن سعيد مكانته فعينه قائداً لقوات احتياطية تتمركز في تيماء للتدخل السريع عند الحاجة. أما الجيش الثاني كان بقيادة شرحبيل بن حسنة وهدفه بصرى عاصمة حوران، ويتراوح عدده 4000 مقاتل على أن يسلك طريق معان مادب البلقاء وصولا إلى بصرى. أما الجيش الثالث بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح وهدفه حمص، ويتراوح عدده 3000 مقاتل على أن يسلك طريق وادي القرى الحجر زيزاء مادب الجابية وصولا إلى حمص. وأما الجيش الرابع كان بقيادة عمرو بن العاص وهدفه فلسطين، ويتراوح عدده 6000 مقاتل على أن يسلك طريق ساحل البحر الأحمر حتى العقبة فوادي القرى فالبحر الميت وصولا إلى بيت المقدس. وأما الجيش الخامس كان بقيادة عكرمة ابن أبي جهل وأمره بالوقوف على أشراف الشام للتدخل السريع في أي لحظة ويبلغ نحو 6000 مقاتل. وأمر أبا بكر إذا اقتضت الحاجة للاجتماع فالأمير العام للجيش أبي عبيدة ابن الجراح. والواضح أنه لم تكن مهمة هذه الجيوش والألوية القيام بعمليات عسكرية فقط، وإلا لكان جيشاً واحداً، بل كان مهمته بسط نفوذ الحكم الإسلامي في بلاد الشام وضمها للدولة الإسلامية.